الصك بلدي بالكامل بقيمة 9900 جنيه، ده بيمثل تقريبا من 25 ل 27 كيلو حسب وزن العجل القائم، ودي القيمة الشرعية لسبع عجل علشان خاطر نبقى بنحقق تقريبا 430 كيلو، ده المتوسط اللي احنا بنشتغل بيه كمؤسسة علشان خاطر نقدر نحقق متوسطات تصافي من اللحوم جيدة نقدر نخدم بيها اكبر عدد من المستحقين. حملة صك الأضحية السنة دي بالنسبة لنا فيها اربع منتجات اساسية. المنتج الاول هو صك الأضحية باجمالي تكلفة 9900 جنيه للصك الواحد، يقدر المتبرع النهاردة من خلال قنوات التبرع الخاصة بنا كمؤسسة وفروعنا الميدانية ومكاتبنا الميدانية المنتشرة في معظم المحافظات، ومن خلال الفروع الخاصة بينا لتلقي التبرعات اللي موجودة ومنتشرة في شتى الأماكن، يقدر ان هو يقدر يتبرع بقيمة الصك بشكل مباشر. السنة العشرة على التوالي وإن شاء الله عقبال السنة الخمسمية. إحنا هنا زي ما حضرتكم شايفين دي المزارع، مزرعة من المزارع اللي هيخرج منها سكوك الأضاحي السنة دي. السكوك زي ما حضرتكم شايفين حيوانات بلدي بنسبة 100%. شفتوا مستوى الرعاية بتاعة الحيوانات عاملة إزاي، وده دايما بنعمله كل سنة عشان نطمن المتبرعين ونطمن كمان مستحقين إن الحاجة اللي بتخرج من مزارع مؤسسة مصر الخير هي الحاجة بالظبط اللي احنا بنستخدمها في بيوتنا. انا قبل ما اخش هنا المزرعة طبعا عندي هناك قبل ما اخش طبعا كنت بنأكل اي حاجة، يعني كنت بنجي عندي مثلا نخدم في ماشي هناك يمين هناك حوالينا او غيره كنت بنأكل اي حاجة وخلاص. اما جيت هنا مصر خير اتعلمت حاجة ازاي نوكل المواشي ازاي الرعي. استفدت حاجات كتير، استفدت ان انا لو حبيت نعمل مشروع زي ده ايه الخطوات ان انا لازم نعملها. زي الاول حاجه نعمل دراسه جدوى للمشروع بتاعي، تاني حاجه المكان اللي انا هربي فيه، تالت حاجه اللي انا عرفت طريقه الاكل بتاعته، رابع حاجه النوع العجل ده او الراس ديت ايه المميزات الكويسه اللي تعرفني فيها. بنيجي هنا نحط مهندسين بيعملوا اكل وعلفه للبهايم وكده، وانا بنجرب لهم الاكل وبجلب العلفه عشان لو في زلط في طوف في اي حاجه بنشيل عنها او حبل او كده ماشي، ونبص برضو على البهايم لو في حاجه مش كويسه فيهم او ما بياكل او عجل مثلا ما بياكلش او كده بنشير الطبيب بنروح نقول له، يعني او اي باشمهندس بيتبع لنا بنروح نقول له هذاك العجل ده مش كويس في حاجه وكده، بيتم متابعينه هنا في العزل ويكمل مثلا معاه علاج وكده، وبعد كده بيرجع تاني العنبر بتاعه تاني.